السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين عالم فتافيت. معاكم هبة، النهاردة هعمل معاكم صوابع زينب. طريقة سهلة وناجحة جدا 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 ومن أول مرة، هتديكي الشكل المطلوب وكمان هتديكي الطعم الرائع لصوابع زينب اللي بنجيبها جاهزة. زي ما انت شايفين شكلها وطعمها أكتر من رائع. أسهل طريقة وأسهل مقادير لصوابع زينب هتعرفيها معايا جوه الفيديو، بس قبل ما نروح ياريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله ونبتدي في المقادير. عندي هنا في البولة 4 كوبايات من الدقيق منخولين كويس جدا، وكوباية من دقيق السميد، وكوباية الا ربع من الزيت الدافي، معلقة صغيرة خميرة، ومعلقة صغيرة من السكر. ضفت الخميرة والسكر ورشة من الملح بسيطة جدا على الدقيق، خلطتهم مع بعض كويس جدا، وهنزل عليهم بكوباية من دقيق السميد. مهم جدا دقيق السميد يتنخل، لانه طبعا بنجيبه من عند العطار بيبقى سايب فوارد تلاقي فيه اي حاجة زي اللي انت شايفاها دي، حباية حمص، وهنلاقي كمان حبيتين من الرز. مهم جدا جدا تنخلي الدقيق لو انت جايباه سايب، لو جايباه معلب برضو مهم جدا جدا تنخليه لانها مبقتش حاجة مضمونة. هخلط المكونات كلها مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هجيب كوباية الا ربع من الزيت. مهم جدا الزيت يكون دافي، هنزل بيه على الدقيق وهبتدي ادلك الدقيق بتاعي او ادعكه كويس او اعمله عملية بس زي اللي بنعملها للكحك وللقرص. المهم ان اغلف كل ذرة من ذرات الدقيق او كل تنتوفة من الدقيق بالزيت بتاعي كويس جدا 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 زي ما انت شايفة بالطريقة دي، لحد ما يتحول معايا في الاخر كأنه رمل بالظبط. اول ما تلميه يمسك، واول ما تفركيه بايديكي يبتدي يتفك تاني. طبعا كمية المية، لان كل نوع دقيق مختلف عن التاني، فانا مش هأيدك بكمية مية معينة، انا هبتدي انزل بالمية تدريجيا شوية بشوية صغيرين، لان العجينة دي حساسة جدا جدا، اي شوية مية زيادة هيخلي العجينة تسيب، وبالتالي نقشة صوابع زينب هتبدأ تفك منك. وطبعا لو ناشفة هتبتدي تشقق منك، يعني مش محتاجينها ولا ناشفة ولا طرية قوي، علشان كده تضيفي المية شوية صغيرة بشوية صغيرة لحد ما تاخدي قوام العجينة المناسب اللي اكيد هتشوفيه معايا دلوقتي، ما بيبقاش ولا طري قوي ولا نفس اللي في نفس الوقت يكون ناشف قوي، بتبقى عجينة متماسكة. زي ما انت شايفة المية بضيفها رشة رشة. ده كده شكل العجينة زي ما انت شايفة، ولا طرية ولا ناشفة. 4 كوبايات دي وكوباية سميد اخدوا مني بالظبط حوالي كوباية وربع من المية. نزلت بيها هنا على الرخامة وابتديت دلوقتي هعجن في العجينة شوية عجن محترمين، حوالي 5 دقايق او 6 دقايق. بعد العجينة ما عجنتها هبتدي دلوقتي زي ما انت شايفة ده كده شكلها اتدلكت تمام. عندك بقى المبشرة العادية او المبشرة بتاعة الجبنة، هوريكي الشكلين، بس انا فضلت الشكل بتاع مبشرة الجبنة لانه كان ادق وكانت رسمته قريبة اكتر من اللي بنجيبها من بره. حاجة مهمة جدا وانت بتقطعي العجينة ما تقطعيهاش، ما تعتمديش على ان هي في ايديكي رفيعة كده، لا لازم تعملي حساب ان هي هتنفش وهتخمر. حاجة كمان انا ما بسيبهاش لما تخمر، اول ما بقطعها ببتدي على طول اكون مجهزة الزيت وانا بقطع، وبنزلها في الزيت على طول. الزيت بيكون عندي دافي وبوطي عليه، واول ما تطلع على وش الزيت ببدأ اعلي حاجة بسيطة جدا، مش بعلي كتير، وابتدي اقليها بالراحة. زي ما انت شايفة طبعا انا قارنت ما بين الاتنين، بتاعة المبشرة العادية ادتني بزوز كده او بروز كبيرة شوية، لكن مبشرة الجبنة ادتني البروز اللي بجيبها زي اللي بجيبها من بره بالظبط، بتبقى لطيفة كده وصغيرة. فانا قررت ان انا اعمل بمبشرة الجبنة، طبعا الشكل اللي يعجبك واللي انت تفضليه والمتاح عندك تقدري تشتغلي بيه، مش هأيدك بحاجة معينة. طبعا قطعت العجينه زي ما انت شايفه صوابع رفيعه جدا، كاننا بنعمل كفته رز، تبقى صوابع رفيعه جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده، لانها طبعا انا عملت حساب ان هي هتنفش في قلب الزيت او حجمها هيزيد، فمش عايزه شكلها يبقى اي حاجه تانية غير صوابع زينب. الزيت زي ما قلت لك يكون اكتر من دافي بشويه، هو كان سخن لاني كنت قاليه فيه قبل ده على طول، وهطلعه على طول على النار وهوطي عليه النار لحد ما ياخد اللون، وهفضل طبعا مع التقليب المستمر لحد ما ياخد منك اللون المظبوط. زي ما انت شايفه ما اتفتحتش كتير، ما اتنفختش اكتر من اللازم، طبعا هي اتنفخت شويه عشان كده قلتلك لازم تعملي حسابك وانت بتصبعيها تكون رفيعه جدا جدا عشان تديكي الشكل المطلوب.
طبعا انا مجهزة عندي هنا السيرب او الشربات، كيلو من السكر لازم يكون بارد وساقع كمان، كيلو من السكر ضفت عليه 3 كوبايات من المية، وليمونة قطعتها سلايس بالشكل اللي انت شايفاه ده، رفعتهم على النار غليوا لمدة ربع ساعة، وبعد كده طفيت، واول ما هدي دخلتها التلاجة وطلعتها طبعا وانا بجهز في صوابع زينب، عشان اول ما هطلعها من الزيت هبتدي انزل صوابع زينب في العسل على طول بالشكل اللي انت شايفاه ده. مهم جدا، هتبقى هي سخنة جدا صوابع زينب، والسيرب معاك يكون ساقع جدا. زي ما انت شايفة شكلها بعد ما خرج من الزيت ما اتنفختش بزيادة، ومن جوه كمان مقرمشة ومحمصة، مش طرية قوي من جوه. طبعا لو تحبيها طرية قوي من جوه فانتي مش هتحمريها بزيادة، هتديها بس لون ذهبي خفيف وتخرجيها على طول على السيرب، تشرب كمية العسل المناسبة، وبعد كده تخرجيها زي ما انت شايفة في اي بولة او اي حاجة. لو تحبي تصفي العسل الزيادة اللي فيها يبقى هتطلعيها على مصفى وتسيبيها تصفي العسل الزيادة خالص. شايفة شكلها رائع جدا، قريبة جدا 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 من اللي بنجيبها من بره في الطعم وفي الشكل وفي المضمون كمان. انصحك تجربيها بالطريقة دي، اكيد اكيد هتعجبك جدا ان شاء الله. تمام كده، ادي كده صوابع زينب زي ما انت شايفة شكلها، اتمنى طبعا تعجبكم. وفي التقديم هديها رشة من اي مكسرات موجودة عندك، عندي رشة هنا من اي مكسرات موجودة عندك، مكسرات الغرض او لو مفيش خالص مفيش اي مشكلة. زي ما انت شايفة صباع زينب، صباع صباع يعني مش اي كلام، مقرمشة جدا، طعمها رائع جدا. زي ما قلتلك تقدري تتحكمي في انها تكون مقرمشة او طرية بانك ما تحمصيهاش او ما تحمريهاش بزيادة على النار، طعمها تحفة جدا جدا واكتر من رائع. دي كانت وصفتي ليكم النهاردة، أتمنى طبعا من كل قلبي إن هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش الشير واللايك والسبسكرايب. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، ودمتم أمينين يا أحلى متابعين.